اكتر واحد شاف في النادي الاهلي عن قرب هو كابتن عبد الحميد بسيوني في ماتش حضرتك الودي. امام كان بيلعب وكهربا كان بيلعب تماما. رايح حضرتك في الثنائي ايه؟ لا كابتن، النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه وعنده بدلاء كويسين، يعني فريق متكامل من جميع الجوانب، مش ناقصه حاجه. امام عمل الفارق بشكل كبير طبعا. امام يا كابتن لعيب كويس، واللعيب الكويس يلعب في اي نادي، عنده امكانيات. كولر هيعمل ثنائيه ما بين امام وكهربا ولا مالهاش علاقه؟ كابتن الثنائيات دي بتبقى داخل التيم كانه يخدم التيم كجماعي، انما امكانيات اللعيب عاليه، امكانيات اللعيبه يعني رضا سليم لعيب كويس، كهربا علي معلول يا كابتن انا شايفه برضه من افضل المحترفين اللي جم، حاجه جميله. بعض الناس فنانين يا كابتن يقولوا ان بودست ومودست وكهربا منافسه كبيره، وبعض الناس يقول لك لا كهربا مش مهاجم. والله كهربا عنده امكانيات يا كابتن، بيلعب في جميع، يعني وهو مهاجم لعب وجاب اهداف، وهو تحت المهاجم برضه احرز، وهو بيلعب على الاطراف. لعيب الكوره يا كابتن اللي عنده امكانيات تقدر تستخدمه في اكتر من مكان. يعني الافضل للنادي الاهلي مودست مهاجم ولا كهربا؟ ما هو مودست لسه ما شفناهوش عن قرب، يمكن حتى ال 90 دقيقه اللي لعبهم ما كانش لسه، فطبعا مش هنقدر نحكم عليه من مباراه. انما كهربا لا بيجيد المكان، مع ان شادو سترايكر لكهربا افضل بكتير من رقم 9. افضل مدير فني في الدوري المصري هو طبعا بالارقام كولر. بالارقام كولر. اه كولر امكانياته الشخصيه كبيره ولا امكانيات الاهلي كبيره؟ امكانيات الاهلي يا كابتن، انا عايز اقول لك يا كابتن، هقول لحضرتك حاجه، هو كان مستر مانويل جوزيه ايه قبل النادي الاهلي؟ هو كان موسيماني ايه قبل النادي الاهلي؟ كولر كان ايه قبل النادي الاهلي؟ النادي الاهلي منظومه كامله متكامله بتنجح المديرين الفنيين اللي عندهم امكانيات. مين الفريق السنه دي اللي قادر ان هو ينافس النادي الاهلي؟ بيراميدز يا كابتن، والزمالك هيفضلوا دايما، الزمالك هيفضل دايما منافس على كل البطولات. بيراميدز اقرب ولا الزمالك؟ لا الزمالك يا كابتن قبل بيراميدز، بس بيراميدز عنده لعيبه اكفاء سواء اللي في الملعب. بعقلك ولا قلبك دلوقتي؟ لا والله بعقلي وقلبي الزمالك طبعا، الزمالك هيفضل. سكواد الزمالك هو سكواد بيراميدز يعني متساويين؟ لا يا كابتن، مش سكواد بيراميدز افضل من سكواد الزمالك. انما جماهيريه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تحط دايما نادي الزمالك في المقدمه.